وحدهم من يشعرون بهذه اللحظة التي لطالما انتظروها برفقة أهاليهم بعد سنوات من الجهد والعمل الدؤوب في التحصيل العلمي. طبعا نشعر بفرح لا يوصف وسعادة كبيرة جدا، لأن هذا يعتبر نجاح، ليس نجاحا لنا فقط وإنما نجاحا لأسرنا ومدارسنا والمحافظاتنا كذلك وطننا. هذه هي ثمار جهود 12 سنة اليوم نحصدها. طبعا نحن أوائل محافظة تعز، فرحتنا اليوم لا توصف، هي فرحة، والفرحة الكبرى هي فرحة أهالينا بنا ومعلمينا ومدراء مدارسنا والتربية بأكملها، ونتمنى أن نكون فخر وذخر لهذا البلد الحبيب وأن نعود عليه بفائدة في المستقبل. هكذا تحكي الصورة عن ملامح فرحة كبيرة ارتسمت على وجوه الطلاب في مناسبة أقيمت من أجلهم، تقديرا لكل ما بذلوه من أجل استمرار العملية التعليمية في مدينة أنهكتها الحرب، حيث تحتفي تعز بتكريم 74 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة لهذا العام وسط حضور من السلطة المحلية وأهالي الطلاب. في هذا اليوم البهيج نكرم أبنائنا الطلاب الحاصلين على المراتب العليا سواء على مستوى الجمهورية أو على مستوى محافظة تعز. نكرم 74 طالب وطالبة في القسمين العلمي والأدبي هم الحاصلين على هذه المراتب العليا. كما تعلمون تمر تعز والبلاد الحبيبة بالكثير من الظروف الصعبة، لكن مع هذه الظروف تغلب الطلاب عليها، واليوم نحتفي ب 74 طالب من أوائل محافظة تعز. حفل ممزوج بروح الانتصار وحصاد سنوات من التحدي، فقد واجه الطلاب والعملية التعليمية معا في تعز أوائق وصعوبات غير مسبوقة، فكان الدمار الذي ألحقته ميليشيا الحوثي بالمنشآت التعليمية وانعدام الخدمات الأساسية كالكهرباء أبرز تلك التحديات، وكل ذلك دفع ضريبته الطلاب الذين حاولوا التغلب عليها والانتصار للعلم وللعملية التعليمية والحفاظ عليها، خطوة تشجيعية تعبر عن الاهتمام بهؤلاء المتفوقين وتكريمهم على ما حصدوه في أصعب المراحل التي عاشوها منذ نحو 5 سنوات جراء الحرب. تكريم لأوائل الثانوية العامة يعد احتفاء بنقطة ضوء أشعلها هؤلاء الطلبة في عتمة ظلام الحرب، وهو جزء من رد الجميل لهؤلاء الطلاب الذين ينشدون الآمال باستمرار هذا الدعم حتى تحقيق طموحاتهم. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.